طبعا اكيد الموضوع بالنسبه لك كان ليه ترتيب وفي صعوبه بشكل اكبر، يعني انت قبل كده اخدتي برضو رحله اسوان للقاهره لما اعتقد 24 يوم برضو مش قليله. طبعا نفس الكلام قريب 5 ايام نفس، يعني فيها صعوبه. عملتي ايه عشان بقى تستعدي للرحله الطويله دي؟ طيب يعني انا قبل كده لما كنت انا من اسوان للقاهره ومشيت مشيت على رجليا، عملت ايه عشان استعد؟ الموضوع كان جاي صدفه تماما، فانا كنت بقول لهم انا اخري هعمل معاكم 10 كيلو في اليوم. تمام. بس لقيت نفسي قوي اليوم عملت 24 كيلو. ال 24 كيلو دول خلوني تاني يوم اقدر اعمل 30 كيلو، فقدرت ان انا تالت يوم اعمل 40 كيلو. فاحنا اللي بنأهل نفسنا بالتدريب وبالمصابره. اول لما الواحد يتوجع لو قعد خلاص خلصت، لكن لو فضل بيكمل دوت اللي بيقوينا وبيخلينا نقدر اكتر. فانا التجربه بتاعت من اسوان للقاهره هي اللي خلتني ابقى عارفه على فكره احنا نقدر نعمل اي حاجه. اوكي. فلقيت شابين بيعبروا النيل من ابو سمبل ووصلوا امبارح راس البر. اوكي. بس هما بيعبروه بالكاياك. الكاياك اللي هو بيبقى قاعد. بالظبط. انت عندك الفكره مختلفه، واقفه. انا واقفه. زي اللي معانا كده. زي في الصوره كده. صح كده؟ فبعت لهم وقلت لهم انا عملت كذا سنه 2018 وطلعت بطوله العالم في الستاند اب بادلينج، وعايزه اجي معاكم ولو في حته صغيره من النيل. وهم رحبوا بيا جدا. فقابلتهم في المنيا، بابا وماما وصلوني لغايه المنيا. حلو. وابتديت من يوم 30 اغسطس. اول يوم عملنا 67 كيلو. وكان بالنسبة لي بالتجديف؟ بالتجديف في وقفة 67 كيلو بكافح. ده انت خدتيهم في كام ساعة دول؟ تقريبا 9 ساعات اعتقد. اوكي. لا معلش يعني ايه يعني بالراحات 9 ساعات بالراحات. اوكي. 9 ساعات مقسمهم ازاي؟ يعني مثلا كل كام كيلو بتقفي بتشربي بتاكلي يعني؟ بتنامي ازاي؟ يعني في ال 67 كيلو انا بعد ال 14 كيلو ابتديت اتعب. وهم كانوا قايلين لي احنا بناخد ريست كل 15 20 كيلو، فهم كانوا سابقيني بقى. تمام. فاحنا عارفين ان من الاول هيبقوا هم سرعتهم اكتر مني، فهنتقابل في الراحات وبعد كده نكمل مع بعض. فوصلت 14 كيلو، هم فين؟ مش لاقي. طب ان شاء الله لما اوصل ل 15 كيلو هلاقيهم. مش موجودين. اول راحه خدتها في اول يوم كانت بعد 22 كيلو، فانا رايحه لهم ميته اصلا. اوكي. قالوا لي احنا كده تقريبا عملنا نص المسافه، كان المفروض نعمل 50 كيلو اليوم ده. فخدت راحه كده صغيره ورجعنا تاني نكمل. خدنا الراحه الثانيه عند ال 45 كيلو. انا بقى كنت عند ال 30 كيلو برضه ميت. انا تعبت بالكلام. في اللقطه دي بقى كانت الساعه تقريبا 1:30 كده والشمس فوق دماغي، وعملت لهم كده فقالوا لي احنا عايزين نعمل 23 كيلو تانيين. فقلت لهم اخري 15 كيلو بس. لا اليوم دوت كملت معاهم 67 كيلو. حلو. ووصلت مع المغرب بالظبط. خيمنا وصحيت الصبح على صوت حمار بياكل العشب اللي حوالين الخيمه بتاعتي. انا لسه كنت هسالك يا جمان عن التفاصيل بقى اللي هي الحياتيه اليوميه، اللي هو ان انت تنامي او ان انت تاكلي او تشربي في رحله مثلا زي دي. انت بتبقي طول اليوم، او انا مش عارفه بتبقي بادئه من بالليل ولا بالنهار يعني، بس ايا كان بتقضي ساعات طويله جدا جوه النيل. بتعملي ايه بقى؟ بعمل ايه؟ انا الشنطه بتاعتي عليها كل يعني البورد اللي انا واقفه عليه شنطه وفيها كل حاجتي. أوكي. فيها الخيمه، كيس النوم، ولبسي. وشويه من اكلي عشان كانش في مكان، فديتهم بقيت اكلي للاسف. فكنت لما بتعب بقف اخد انرجي بار كده، اطمى قطمتين. الميه معايا شنطه الميه على طول متوصله بيها، بشرب كل شويه بق ميه، ده طول ما احنا ماشيين. في الراحات كنا بنقف النيل على الضفه اليمين والشمال، في كفور كتير قوي. ففي كافيتريات وفي حياه. فكنا بنقف عند لما بيبقى في كافيتيريا كنا بنقف عندها ناخد منتظماتنا ناكل اند سو اون ونكمل تاني. ولغايه وقت بالليل ما كناش بنقدر ان احنا نقدف بعد المغرب. فكنا يا اما بنخيم يا اما لما وصلنا بني سويف بيتنا في فندق هناك. اوكي. واليوم دوت نزلنا اتعشينا اكلنا اكل سخن وشربت مانجا
وموز باللبن. دلعت يعني. دلعت في مشقه في الميه بيني وبينك الموضوع صعب جدا، لكن اكيد طبعا في الاخر يعني الرحله نفسها ممتعه على قد تعبها، على قد المشقه بتاعتها والجلد اللي فيها، على قد برضه اكيد وانت ماشيه في النيل بتشوفي حاجات مختلفه برضه اشرحها لنا، بتشوفي زي ما انت قلتي كل كفر بتعدي عليه بتلاقي اكيد. هو ايه المختلف صحيح جوه من جوه النيل؟ يعني احنا دايما بنبص من بره. لا كده اهو. ايه بقى؟ قالت لك اهو. ايوه جزء ماشي واقفين بره وبنتفرج عليها، احنا بقينا جزء منها، زيت واحنا بنقدف وحاسين بالميه وطالعين ونازلين معاها، والفرق بين الميه بتيار الميه يسرعنا شويه، هوا يجي في وشي يبهدلني تماما. ففي فرق بين التوحد كده مع الطبيعه، يجي شويه هوا بيبقى في جزر في النيل كلها عشب وزرع، يقوم محرك نسمع صوت كده بتاع الزرع وهو بيتحرك وسطينا على طول. احنا جايين من المنيا للقاهره، الجبال بتاعه البحر الاحمر على ايدينا اليمين، وجنبها على طول في النخل، والناحيه الثانيه في الكفور وزرع و أشجار موز وحاجات مختلفة. فأنت فعلا جوه الطبيعة. فإحنا في طبيعة ساحرة فعلا نقية جدا من كل الملوثات اللي ممكن تبقى بره. حلوة قوي. طب أصلا جمانة أنتوا المفروض طول الرحلة دي بيكون ليكوا أكل معين بتاكلوه أو أكلات ما ينفعش إن أنتوا تاكلوها عشان المجهود اللي بتعملوه أو كده ولا لا عادي؟ ما بنبقاش قادرين ناكل أصلا يعني خلاص، يعني أنت متخيلة أنا واقفة قاعدة بعمل كده، العضلات بتاعه الكور هي خلاص داخله لجوه مش عايزه حاجه، عشان عملت كده بتشد اوكي، فالعضله وهي شاده بتاعه بطني فمش قادره اكل قوي. فما كناش بناكل كتير، بس كان معايا معلبات بقى، فتونه فول كورن حاجات مختلفه كده. فبالليل اقوم وانا قاعده في الخيمه اكل معلقتين من كل حاجه واقفل حلوه. مية مية. انت كان معاك كمان في اتنين من زمايلك كانوا موجودين معاكي، عمر وعمر صح؟ عمر حسام عمر وعمر الجل كانوا معاكي في نفس برضو، يعني كل واحد بقى راكب البورد لوحده ولا بيبقى ايه؟ هما راكبين كاياك كاياك الاتنين، فهما الاتنين مع بعض على الكاياك بتاعتهم تمام، وانا لوحدي على البورد. احنا الصور معانا. اوكي، ده في الرحله اللي هي من المنيا للقاهره بالظبط. حلو قوي. طب يعني رحله مثلا زي دي انا متخيله كده لو انا وسط الميه، اللي هو اساسا وانا قاعده في البيت لوحدي ببقى خايفه، فانا مش متخيله ان ابقى في وسط الميه وبالليل او خيمه واصحى الاقي حمار بياكل حواليا حاجات. انت كبنت ما عدتش عليكي لحظات خوف كده او توترتي او حسيتي انه لا مش عايزه ابقى هنا؟ انا بقالي فتره كتيره بلعب رياضات ليها علاقه بالطبيعه، يعني بنروح نطلع جبال. فبالنسبه لي النيل ملهوش اي علاقه، مش موحش تماما يعني. أوكي. هو بالعكس هو بيرحب بينا كده وبيحتضننا، يعني انا حتى لما بقع في الميه بحب ميه النيل بجد، احساس ان هي بتحتضنك كده، وعلى طول درجه حراره الميه حلوه جدا، يعني الجو بيبقى حر جدا فوق، الميه بتطر كده على الواحد، فما بخافش لا يعني خلاص بقت كل حاجة عارفين ان هي بتعدي، وعارفين ان بالذات في مصر في دايما حد بيطلع لك كده بينقذك. اه صح. لو حصل اي حاجة دايما يعني انا الصورة اللي فاتت مثلا دي يا جمانة انا دخت فاهمة؟ دي يعني على جبل عباس كنا عملنا، كان في تحدي 4